رجل طلق زوجته وهو في حالة غضب شديد فقال أنت طالق بالثلاث لا فتوى ولا رجعة أنت طالق بالثلاث لا فتوى ولا رجعة أنت طالق بالثلاث لا فتوى ولا رجعة هذا نص ما قاله وبعد ذلك أخذوا بفتوى القاضي وتم عقد جديد بينهما وعاد إلى بعض وبعد مدة طويلة حلف أيضا بالطلاق على زوجته إذا عملت عملا ما فماذا تفعل الزوجة الآن وهو بحاجة إلى مثل ذلك العمل الذي علق الطلاق على فعلها له هل إذا فعلته تكون طالقة أم لا أما بالنسبة لما ذكر في الأول أنه حصل منه طلاق تلفظا للطلاق عدة مرات وأنهم راجعوا القاضي وأفتاهم بأن عقد لهم عقدا جديدا هذا راجع إلى القاضي وهو يعرف ملابسات القضية وما حولها فهو الذي ينظر فيها أما بالنسبة لحلفه بالطلاق على أن لا تفعل شيئا عينه وهو بحاجة إلى فعله فإنه حينئذ إذا لم يكن قصده إيقاع الطلاق وإنما قصده منعها من ذلك الشيء فقط فحينئذ عليه كفارة يمين تكفر كفارة يمين وتنحل وبعد ذلك تفعل ما حلف على منعها منه جزاكم الله